السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في عالم كرة القدم تسجل الكثير من الأهداف الاستثنائية، لكن هناك أهداف ستنبهر عند مشاهدتها، إذ ربما أنها أول مرة يمكنك أن تشاهد أهدافا كهذه. ولذا في هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع معا ببعض من الأهداف السحرية الخارقة التي لو لم تصورها الكاميرات لما صدقها أحد. لنبدأ. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. في هذه المباراة الودية لريال مدريد في أثناء تحضير الموسم، تابعوا هذه العرضية التي وصلت اللاعب خوسيليو، والذي قام بعمل مقصية استثنائية سجل منها هذا الهدف الخرافي. هجوم رائع للاعبي باريس سان جيرمان ليرجع اللاعب الكرة بالكعب لأسينسيو الذي سددها صاروخية من خارج منطقة الجزاء، معلنا عن هذا الهدف الخرافي. من هذا المكان تابعوا هذا الهدف الخرافي والاستثنائي الذي سجله هذا اللاعب بتسديدة مقوسة على يسار حارس المرمى، هدف رائع جدا. على مشارف منطقة الجزاء يتقدم كريم بنزيما ويسدد كرة تعلو حارس المرمى بقليل، محرزا هذا الهدف الرائع. تابعوا جمالية هدف كريم. لنتابع هذه الركلة الحرة الثابتة من ميسي، والذي أودعها في الزاوية 90 تماما على يمين حارس المرمى، كرة استثنائية بحق. لنشاهد قوة قدم اللاعب هالك بهذه التسديدة، والتي نفذها من خلال ركلة حرة ثابتة أودعها في الزاوية 90 على يمين حارس المرمى. شاهدوا التفاف الكرة وقوة قدم اللاعب هالك. يمتعنا هنا اللاعب رودري بهذه التسديدة القوية التي ما إن أفلتت الكرة من زميله حتى سددها ليفاجئ حارس المرمى بهذه الكرة. يتقدم لاعب أرسنال ويسدد هذه الكرة الشبه مقوسة على الزاوية اليمنى لحارس المرمى، مسجلا هذا الهدف المميز. تم تنفيذ هذه الكرة الركنية بتمريرها إلى هذا اللاعب الواقف خارج منطقة الجزاء، ليقوم الأخير وعلى الطائر بتسديدها بهذا الشكل، محرزا أحد أجمل وأروع الأهداف كما تشاهدون. هذه التسديدة غريبة جدا، تابعوا كيف دخلت في الشباك بهذا الرونق الاستثنائي والجميل، هدف ولا أروع. تمريرة تصل من هذا اللاعب قبل أن تخرج الكرة من الملعب، ليقوم زميله بعمل هذه المقصية ويتحفنا بهذا الهدف الخرافي. تقدم هذا اللاعب ولم يتمكن الخصوم من أخذها منه، وداخل منطقة الجزاء قام بتسديد هذه الكرة، محرزا هذا الهدف الإبداعي منها. لنستمتع ونغذي أعيننا بهذه المتعة من هدف رائع سجله البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. تابعوا جمال ورونق هذا الهدف المميز. يتقدم لاعب برشلونة فيرمين لوبيز ويسدد هذه الكرة القوية من خارج منطقة الجزاء، ليفاجئ الحارس تيبو كورتوا بهذا الهدف الخرافي. جملة تمريرة رائعة من لاعب إيسي ميلان تنتهي الكرة على أقدام هذا اللاعب الذي سجل الكرة في الزاوية 90 تماما على يسار حارس المرمى. ترتد الكرة من الركنية إلى هذا اللاعب، فتابعوا كيف سددها بتسديدة قوية على الطائر لتلامس كرته الساحرة العارضة وتنزل في الشباك، هدفا استثنائيا كما تشاهدون. لن تصدق أن هذه التسديدة الخرافية هي هدف من لاعب أياكس أمستردام الذي سدد هذه الكرة الرائعة، محرزا هذا الهدف الجميل. من خارج منطقة الجزاء يرسل هذا اللاعب صاروخية قوية تمر بين أقدام هذا المدافع لتدخل الشباك على يمين حارس المرمى. لنستمتع بهذه الكرة التي وصلت لاعب توتنهام فمهدها لنفسه بتسديدة قوية على يمين حارس المرمى. استغل هذا اللاعب تقدم حارس المرمى قليلا فسدد الكرة من هذا المكان لينزلها لوب في شباك حارس المرمى. على مشارف منطقة الجزاء تابعوا كيف تقدم هذا اللاعب بكرته
ثم بقدمه اليمنى سدد كرة في الزاوية 90 على يمين حارس المرمى، كرة جميلة جدا. يتقدم لاعب نابولي ويرسل كرة إلى أوسمين قبل أن يسقط عرضا، ليقوم الأخير مباشرة بزرعها في الشباك هدفا. لنستمتع بهذا اللاعب الذي لم يستطع المدافعون إيقافه إذ دخل إلى منطقة الجزاء، وفي النهاية سدد كرة مرت زاحفة أرضية من يسار حارس المرمى إلى الشباك. يتقدم لاعب فرنبشا ولم يستطع المدافع إيقافه، ليقوم الأخير بمراوغة الحارس ويودع الكرة هدفا في الشباك. لنستمتع بهدف لاعب نيوكاسل بعد أن اختطف الكرة من خصمه، ليرفع الكرة لوب من فوق حارس المرمى بهذا الشكل مسجلا هذا الهدف الجميل. لنستمتع بهذا الهجوم لفريق بايرن، ومع أن وصلت الكرة إلى هذا اللاعب حتى مررها لهاري كين الذي رفعها من فوق الحارس هدفا إلى الشباك. يستلم هذا اللاعب الكرة وتسديدة استثنائية مباشرة على يمين حارس المرمى يحرز منها هذا الهدف الاستثنائي. أعتقد أنك ستعجب بهذا الهدف وكيف لكرة هذا اللاعب المقوسة أن دخلت في الشباك بهذا الشكل. هذا اللاعب استلم الكرة وقام بإبعاد لاعب الخصم من أمامه، ثم سدد هذه الكرة المقوسة بشكل رائع على يمين حارس المرمى. يتحفنا لاعب أولمبيك مارسيليا بهذه التسديدة الرائعة من خارج منطقة الجزاء مسجلا هذا الهدف الإبداعي. لنتابع معا كرة اللاعب بيلينغهام والتي أتت من الركنية، ليسددها فترتطم كرته بالأرض وتفاجئ حارس أتلتيك بلباو وتنزل في شباكه هدفا. هذه الكرة غريبة حقا، استلمها هذا اللاعب داخل منطقة الجزاء ثم سددها على الطائر لتنزل على يمين حارس المرمى بهذا الشكل الغريب. فاجأ هذا اللاعب الجميع باستلامه للكرة وما إن قفزت أمامه القفزة الثانية حتى سددها على الطائر مسجلا هذا الهدف الإبداعي. تصل الكرة إلى هذا اللاعب على هذه الجهة، فتابع تسديدته كيف تقوست وذهبت على يمين حارس المرمى. لنتابع هذه التسديدة الصاروخية من هذا اللاعب وكيف أحرز كرة على يسار الحارس بهذا الشكل. لنستمتع بصاروخية ممفيس ديباي وكيف سجل هذا الهدف الاستثنائي. يستلم هذا اللاعب الكرة ويتقدم داخل منطقة الجزاء وتسديدة تفاجئ حارس المرمى على يمينه بهذا الشكل. يتقدم هذا اللاعب ويتخطى المدافع وداخل منطقة الجزاء سدد الكرة بكل قوته ليحرز هذا الهدف الجميل. لنستمتع بما فعله هذا اللاعب إذ تقدم وأبعد المدافع من أمامه، ثم تسديدة رائعة يحرز منها هذا الهدف المميز. ركزوا جيدا على اختراق رحيم ستيرلينج إلى الدفاع، ثم يتقدم بهذه الطريقة ويرسل زاحفة أرضية يحرز منها هذا الهدف الجميل. بطريقة جميلة يتمكن لاعب أربي لايزبيغ من افتكاك نفسه من الدفاع، ثم يتقدم ليضع الكرة بين أقدام حارس المرمى. تصل الكرة إلى فينيسيوس فيثبت كرته ثم يقتنص هذا المكان من المرمى ليحرز هذا الهدف الخرافي. تابعوا كيف وصلت الكرة إلى هالاند والذي من لمسة واحدة أودعها هدفا في الشباك. وصلت الكرة إلى هذا اللاعب داخل منطقة الجزاء، فتابعوا هذه المقصية الاستثنائية التي أودعها على يمين حارس المرمى الذي وقف يتفرج على الكرة وهي تدخل إلى الشباك. وصلت الكرة إلى هذا اللاعب مرتدة من الدفاع، فتابعوا كيف قام برفعها في الهواء ثم سددها على الطائر، وبالتالي سجل هذا الهدف الاستثنائي والخرافي حقا. هذا الهدف استثنائي حقا، ولا يمكن أن نقول أنه أتى بالصدفة، حيث تم تمرير هذه الكرة إلى داخل منطقة الجزاء عرضية رائعة. يقوم هذا اللاعب بالاستعداد لتنفيذ هذه المقصية
التي ارتطمت بها الكرة في الأرض وعلت حارس المرمى لترتطم بالقائم الأيمن وتدخل إلى الشباك هدفا. هذا الهدف ليس رائعا فقط، بل أنه غريب جدا ولا يمكن أن يصدق حقا، حيث أنه تم تعريض الكرة لهذا اللاعب ليقوم الأخير بالقفز في الهواء، وبشكل غريب للغاية سدد الكرة في الزاوية 90 تماما. لاعب موناكو فاجأ حارس المرمى بهذه الكرة التي قام بإنزالها لوب في شباكه بهذا الشكل، حيث أنه كان يريد تعريضها لكن الكرة نزلت بهذا الحظ السعيد داخل الشباك. شاهدوا هذه الصدفة الغريبة لهذه الكرة والتي وصلت إلى هذا اللاعب ليضربها بالكعب فتنزل لوب في الشباك كما ترون أمامكم. من خارج منطقة الجزاء يرسل هذا اللاعب صاروخية قوية، فتابعوا كيف أودعها في الزاوية 90 تماما مسجلا هذا الهدف الاستثنائي والمرعب حقا، حتى حارس المرمى لم يتمكن من لمس الكرة. هذا الهدف الذي ترونه الآن لا يمكن مشاهدته إلا بأفلام الكرتون، حيث أن هذه الضربة تعد مقصية مزدوجة من قبل اللاعبين اللذان أودعا هذه الكرة الرائعة في الشباك. ترتد الكرة إلى هذا اللاعب الذي كان بالخلف ليقوم على طائر بتسديدها صاروخية قوية، فتابعوا جمال وروعة هذا الهدف الذي سجله على يسار حارس المرمى. هذا اللاعب لم يستسلم ولم يفقد الكرة، حيث أنه تقدم بها وبهذا الشكل رفعها من فوق المدافع ومن ثم أودعها بالشباك. لمسة رائعة جدا أنتجت هذا الهدف الخرافي. تقدم هذا اللاعب وحاول تعريض الكرة إلى زميله على الجهة الأخرى، لكن يمكنكم أن تتابعوا كيف مرت الكرة من جانب حارس المرمى إلى الشباك بهذا الشكل الغريب للغاية. ما رأيكم بهذا الهدف الرائع والاستثنائي من زلاتان إبراهيموفيتش، حيث استغل تقدم حارس المرمى المبالغ به وبهذه الطريقة أنزل الكرة في الشباك كما ترون أمامكم. هذا اللاعب هنا تقدم وبهذا الشكل التف من أمام المدافع، ثم تقدم بالكرة ليضربها بكعبه فتمر بين أقدام حارس المرمى هدفا استثنائيا كما ترون. لا تدري حرفيا كيف دخلت هذه الكرة في الشباك، حيث مررت الكرة ليضربها هذا اللاعب بالكعب أو أنه حاول اللحاق عليها، لكنها ارتطمت بكعبه ونزلت لوب في شباك حارس المرمى. أحد المقصيات الرائعة والاستثنائية في عالم كرة القدم، فتابعوا هذه التمريرة كيف استعد لها اللاعب داخل منطقة الجزاء ليقوم بتسجيل هذا الهدف المميز. ترتد الكرة من الدفاع إلى هذا اللاعب، فتابعوا كيف قام بهذه الطريقة أو بهذه التسديدة القوية من إيداع الكرة في الشباك. ركلة حرة ثابتة في غاية الروعة، تابعوا كيف نزلت في الزاوية 90 تماما على يمين حارس المرمى، تسديدة متقنة حقا. هذا الحارس كان متقدما بما فيه الكفاية لكي لا يتمكن من إمساك هذه الكرة التي أرسلها هذا اللاعب من منتصف الملعب ليسجل هذا الهدف الرائع والاستثنائي. هذا الهدف غاية في الروعة، إذ مررت الكرة إلى هذا اللاعب، فتابعوا هذه المقصية التي قام بعملها ليودع الكرة في الشباك. هدف غريب أليس كذلك؟ هذا اللاعب هنا قام بتمرير هذه الكرة أو تعريضها، لكنها نزلت لوب من فوق حارس المرمى هدفا ولا أروع في الشباك. هذا الهدف غريب لأن الكرة في البداية ارتطمت بالعارضة مرتين ثم ترجع إلى نفس اللاعب، فيمكنكم أن تتابعوا كيف أودعها في الشباك. لنشاهد هذا الهدف الذي تبعه حركة بهلوانية رائعة جدا، إذ تقدم هذا اللاعب وقفز من فوق حارس المرمى لتفلت الكرة من الأخير، فيجد هذا اللاعب الكرة أمامه فيودعها هدفا في الشباك. هنا تم تعريض الكرة لتصل إلى هذا اللاعب الذي قام بالطيران في الهواء وضرب الكرة بكعبه الخلفي مسجلا هذا الهدف الرائع. هذا اللاعب كان مصرا على أن يسجل هدفا، وبالفعل لم يتمكن أي مدافع من الوقوف أمامه، إذ روغهم جميعا مع حارس المرمى وأودع الكرة في الشباك. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة
جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبورت.